السلام عليكم، أسعد الله يومكم وكل أوقاتكم يا رب. اليوم بإذن الله حبيت أني أسوي مجموعة كذا معجنات، عجينة واحدة لكن شكلت بيها كذا نوع حشوات مختلفة. عندي هنا حطيت الدقيق، راح أكتب كل المكونات صندوق الوصف. تقدري تعتمدي طريقة العجينة، هذه جدا قطنية وحلوة، وتقدري تستخدمي نص الكمية، لأن أنا حطيت هنا 4 كاسات دقيق، فتقدري تقسمي الكمية إذا عيلتك صغيرة. ضفت عليه ملح وملعقة خميرة مليانة، لأن 4 كاسات فالملعقة مليانة، لكن لو سويتي مثلا كاستين تقدري تخلي الملعقة ممسوحة. وضفت هنا السكر والبيكنج باودر. دائما في المعجنات انا احب اخلط مع الخميره الفوريه البيكنج باودر، اعتمدي هذه الطريقه يجي عندك العجين كذا هش وحلو، يعني يبان فيه طبقات، وهذا من خلط الخميره والبيكنج باودر. ايش كمان هبدا هنا في خلط المكونات، راح اعجنه في العجانه. اللي سألتني عن أفضل نوع عجان، تقول أنا أبغى أشتري قبل رمضان وأبغى نوع جيد، أنا صراحة ما قد استخدمت إلا عجانة السيف اللي هي أديسون، ممتازة، يعني تقييمي لها ممتازة، لها سنين ما شاء الله عندي، يعني والله حتى مو متذكرة بكم اشتريتها، يعني يمكن لها 5 سنين أو أكثر عندي. إذا حابة تشتري فخذي السعة الكبيرة، أنا هذا 6.5 لتر. ضفت هنا زي ما انتم شايفين علبة زبادي، بما اني استخدمت زبادي فما راح اضيف حليب، لا بودرة ولا حليب سائل، يعني يؤدي الغرض الزبادي. اذا ما عندك زبادي برضو اللبن السائل يؤدي الغرض، المهم العجن باللبن يفرق كثير ويعطيه هشاشة. هنا بدأت اشغل العجانة، لو ملاحظين انا ما ضفت زيت، حاضيفه الان. أضيف الموية تدريجي، أبدا ما تضيفي دفعة واحدة، يعني ضيفي والعجانة شغالة، أو إذا كنت تعجني بيدك ضيفي وإعجني إلين توصل للقوام المطلوب. هنا ضفت ربع علبة الزبادي، هذه يعني ربع كاسة زيت، صراحة إضافته أثناء العجن أي دهن زيت زبدة يفرق كثير، يعني تعلمت هذه الطريقة، شفتها في الانستغرام وطبقتها، صراحة جدا أعطتني نتيجة حلوة. خلصت كذا العجين، شايفين كيف قوام عجينة المعجنات؟ لينة بس ما تتلزق في اليد، يعني حلوة، وغلط انها تكون قاسية، لا تكون بهذا القوام، لينة بس ما تتلزق. هنا بدأت اجهز الحشوات، حاسوي ميني برجر، سويت البرجر في الفرن، وحاسوي بيتزا الرانش. هنا عندي قطع دجاج حمرتها بس في زيت الزيتون، وحطيت عليها رشة ملح وفلفل اسود. بعد ما خمرت العجينة بدأت أشكل، هنا هن خمرت، أخذت جزء منها، راح أبدأ أسوي البيتزا رول. رشيت السطح دقيق، أفردها بشكل مستطيل عشان لما ألفها رول وقت التقطيع يجي شكلها مرتب وحلو. عندي صوص بيتزا مجهزته أنا وحافظها في الفريزة، أنا صراحة طول السنة سواء رمضان أو غير رمضان أنا أحفظ صوص البيتزا في الثلاجة، يعني طول الوقت عندي متوفر، أستخدمه في بيتزا، أستخدمه في مكرونات، أحتاجه يعني في فتات، إذا بسوي فتة أو شيء، فطول السنة عندي أنا أسوي كمية وأحفظه في الثلاجة. عندي موجود الطريقة، راح أنزل لكم برضو الرابط في صندوق الوصف اللي هو صوص البيتزا. خلاص أدهن، أحاول شوي أبعد عن الأطراف عشان لما ألف يمسك العجين في بعض. أنا ما راح أضيف زيتون، الفلفل الرومي أنا طحناه مع نفس الصوص، لأن عيالي ما يحبوا الزيتون ولا قطع الفلفل الرومي، فما راح أضيف زيتون، والفلفل الرومي طحنته في نفس الصوص يعطيه نكهة حلوة. أوزع الجبنة هنا، خلط أنا الموزاريلا مع تشيدر، ولك الحرية تضيفي الجبن اللي تبغي، برضو القشقوان حلو. ألف الرول زي طريقتنا في لف السينابون، لفه كذا رول وحاولي تلفي وشوية كذا تضغطي، قفلي من الأطراف
وأقطع العجين. قطع تكون متساوية يعني بالنظر، احسبيها. خلاص راح أحطه في صينية وأكمل بقية الأنواع. حسوي زي ما قلت لكم ميني برجر، حسوي هذا الخبز له كله طبعا بنفس العجينة. العجينة يعني اعتمديها وانت مطمنة. قطع العيش قطع صغيرة، ممكن بدل اللحم تحشي دجاج، تحشي جبنة بيضة وزعتر، جبنة بيضة وبقدونس، المهم يعني هذا الشكل تقدري تشكلي فيه وتنوعي. لحمة مفرومة. خلصت من الميني برجر العيش، حسوي دحين كروسون، ميني كروسون حشيته جبنة مثلثة. برضو نوعي في الحشوات اللي يحبوه عيلتك، يعني عجينة واحدة حبيت اني انوع واشكل فيها. يعني عيالي المعجنات هذه عندهم افضل من انك تقدمي لهم طبخ وغدا ورز ودجاج ولحم، لا لا، هذا افضل عندهم من كل انواع الطبخ. يعني انا سويت لهم قبل ما يرجعوا من المدارس، لما جو وشافوه يعني كأنهم شافوا ايش. طول ما انت تشتغلي في العجين غطيه، شايفين زي ما انا غطيته كذا بسفرة، طول ما انت تشتغلي غطيه يخمر افضل. هنا راح اسوي بيتزا الرانش، فردت العجينة، بقي عندي قطعة كذا عجينة فما حبيت اني ارميها. سويتها دواير وحشيتها جبنة شيدر وححطها على اطراف البيتزا زي كذا داير مدار، احشيها بالجبنة الشيدر او جبنة بيضة او سجق او اللي متوفر عندك واللي يحبوه عيلتك. هنا خلاص بعد ما ضاعف الحجم وانا مغطيتها، طبعا شغلت الفرن حرارته 200 واخليه يسخن، لازم المعجنات تدخل على فرن ساخن. دهنتها بحليب، انا ما احب زنخه البيض في المعجنات فادهن دائما بحليب، يا اما حليب بودره تحلي او حليب سائل او حليب الشاهي اللي هو بوني، كله يعطي نتيجه حلوه ولمعه كذا حلوه. وارش عليه سمسم ودخلته الفرن. هنا خلاص بيتزا الرانش بعد ما خلصت من الكور دي اللي على الاطراف، راح احط هذا صوص الرانش بدون اي اضافه. في ناس يضيفوا له زبادي مايونيز، انا احبه كذا من غير اي شيء، ما احب اسوي له اضافات. يعني هو دسم مثل الجبنه، فلما اضيف له اشياء ثانيه حيزيد دسامه. هنا الجبنه في الرانش، كثر الجبنه يعني يطلع المذاق جدا حلو مع صوص الرانش. وهذه قطعه دجاج اوزعها، اذا عندك اللي هو البوب كورن هذا الجاهز، قطع الدجاج البوب كورن تقدري تقليها وتحطيها بداله إذا متوفر عندك. وأرجع مرة ثانية أوزع الجبنة على الدجاج. هنا خرجت الصينية الأولى، غطيتها بالمنشفة، دائما أول ما يخرج المعجنات غطيها بمنشفة تحتفظ برطوبتها، افضل من السفره، لانه لو غطيتيها بسفره راح تلاقي السفره كلها محرقه، يعني كذا المويه اللي خارجه من المعجنات، لكن منشفه لا، تكون حافظه بالرطوبه فتكون لينه. هنا بدات احشي الميني برجر، قطعت البرجر كذا مثلثات عشان يجي على قده، وقطعت برضه قطع خس، حطيت مايونيز وكاتشب تحت، صوص جاهز عندي، واضيف عليه الخس. تبي تضيفي طماطم، هالبينو، اللي يحبه عيالك، كل واحدة عارفة طبعا عيالها ايش يحبه، فحطي لهم الشي اللي يحبه. واكرر في الكمية كلها. برضو الصوصات اللي متوفر عندك واللي يحبوها. هنا خرجت صينية البيتزا الرانش، الحمد لله لحقتها لاني قعدت اشتغل في البرجر ونسيتها على اخر لحظة انتبهت لها. حطيتها خلاص في الصحن، راح اصب عليها من هذا الصوص وهي لسه دافية يعطيها طعم.
زي المطاعم زي الجاهز زي ما بناخذها، بس والله شغل البيت أنظف بكثير. صح يجينا أوقات كثير بنكسل، لكن إذا عندك قدرة وعندك طاقة سوي لهم في البيت أنظف. أنت عارفة إيش عجنتي وإيش ضفتي. أضيف كمان من هذا الصوص، صوص السلطة الوردي، هذا برضو يجي حلو معه، هو خليط مايونيز وكاتشب. قطعته مثلثات، وهنا جهزت المعجنات المشكلة بهذه الطريقة. بإذن الله تعجبكم طريقتي، وعلينا وعليكم بألف عافية.